اسمي دوحة، دوحة محمد، عندي 27 سنة، متخرجة من معهد حاسبات وسكرتارية. أنا بشتغل ديليفري أو مندوبة شحن، يعني بوصل البضاعة أو الأوردرات من السيلر للعميل عن طريق السكوتر بتاعي. بشتغل في نطاق القاهرة والجيزة. الموضوع بدأ معايا إني واحدة زميلتي كانت بتشتغل الشغلانة دي الأول، وهي بعد كده ما قدرتش ان هي تكمل بقيه الاوردرات اللي معاها، استاذنتني ان انا اكمل توصيل الاوردرات دي بس. فانا لما خدت منها الاوردرات بدات ان انا اكمل التوصيل، فحبيت بقى الشغلانه، يعني بقيت مكمله وبقيت بشتغل وانا حابه الشغلانه. الاول كنت بوصل الاوردرات عن طريق المواصلات العامه، فانا كنت بشيل الاوردرات على ظهري وكنت وعلى ايدي، وكنت بضطر ان انا امشي مسافات كبيره جدا. فانا فكرت بعد كده ان انا اجيب حاجه تساعدني شويه في او تختصر لي الوقت والمجهود، ففكرت في فكره السكوتر بس. فبدات ان انا احوش في ثمنه واحده واحده، قعدت سنه احوش في ثمنه لحد ما جمعت فلوسه واشتريته. خطوه السكوتر هي ما كانتش سهله قوي، بس كانت الحاجه اللي كانت صعبه اكتر ان انا اقنع مامتي بالفكره نفسها. كنت بحاول اتكلم معاها واقول لها ان الشغلانه دي مش عيب ابدا، وبرده مش عيب ان انا اركب سكوتر واشتغل عليه. قلت لها ان انا حابه الفكره، يعني انا حابه الفكره وحابه ان انا، ودي حاجه انا بحب يعني بشتغل وانا مبسوطه. مش دايما الشارع بيتقبل فكره ان بنت راكبه سكوتر، فممكن حد يضايقك، ممكن حد برضو يشجعك، بس يعني في اكتر الناس بتبقى مستغربه جدا ان بنت راكبه سكوتر. ببدا الشغل بتاعي من الصبح بدري جدا لحد بقى اخر اليوم لحد الساعه 11 12، بس ببقى ما اشتغل وانا مبسوطه، يعني انا مش ببقى متضايقه ولا اي حاجه. ناويه باذن الله ان انا افتح شركه شحن، تبقى اكبر شركه شحن في مصر، هتبقى بتخدم البنات اللي هي بتشتغل اونلاين، او اي بنت بتبقى محتاجه اي حاجه تنقلها لها من مكان لمكان. احب اقول لكل بنت اعملي الحاجه اللي انت حباها، وما تخليش حد يجبرك على حاجه، وان شاء الله تقدري تحققي الحاجه اللي انت نفسك فيها، وتقدري تعملي الحاجه اللي انت عاوزاها.